أهلا بحضراتكم من جديد. خلال الفترة القادمة كان الحديث عن العلاقات الأفريقية الأفريقية ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية، ثم تحدثنا بعد ذلك عن الكمبسة وتضم 21 دولة. هذه الدول من المفترض أن يكون بينها تجارة بينية تؤدي إلى تنمية مستدامة في النهاية. وتحدثنا كثيرا عن الاتجاه جنوبا، هو الطريق أو المسار الأمثل لتنمية حقيقية مستدامة في قارة وصفت بأنها القارة البكر. هذه القارة بتشهد صراع، هذا الصراع ليس بداخلها وإنما حولها، صراع صيني أمريكي حول الاستثمار وحول النفوذ داخل القارة الأفريقية. في كل الأحوال سبب النزاعات والصراعات اللي داخل القارة ربما تسببت في ضعف عملية الاستثمار أو جذب الاستثمار، لذلك كان هناك نداءات عبر الصوت المصري في الاتحاد الإفريقي، عبر الصوت المصري في المنتديات الدولية، بأنه الحفاظ على الدولة الوطنية ومحاولة حلحلة النزاعات هي الطريق الأمثل لتنمية، والتنمية هي الطريق الأمثل لنهضة الشعوب. خلال الأسبوع الماضي كان سيادة الرئيس في جولة أفريقية في منطقة ربما لم تطأها أقدام مسؤول رئاسي مصري من قبل، زي أنغولا ثم زامبيا لتسليم رئاسة مجموعة الكمبسة ثم موزمبيق. من أقصى غرب أفريقيا على المحيط الأطلنطي أنغولا، لأقصى شرق أفريقيا على المحيط الهندي موزمبيق. أعتقد أنه السياسة الخارجية المصرية أو العلاقات الدولية المصرية بيتم إعادة نسجها بشكل في نوع من تطبيق مبدأ الفعالية السياسية والواقعية السياسية اللي نادى بها هنري كيسنجر منذ السبعينات. بنحاول دلوقتي نطبق مبدأ الفعالية ومبدأ الواقعية في علاقتنا مع الدول كافة. خليني أرحب بضيوفي للحديث حول اتفاقية الكمسة أو تجمع الكمسة ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وكيف يمكن تفعيل هذه الأحلام التي وضعها عبد الناصر ورفاقه في إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية وتثمر الآن تنمية مستدامة. أرحب بسعادة سفير الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة سفير أهلا بحضرتك، نورنا ومشرفنا. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. والأستاذ حسين حسن مدير التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي بالإنابة سابقا، أهلا بك يا حسين بيه. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ بسعادة سفير، كيف ترى التحركات المصرية على المستوى الأفريقي وفكرة الاتجاه جنوبا من أجل التنمية مستدامة؟ واقع الأمر بصفة عامة برؤية استراتيجية، نحن نتحدث عن عملية تنمية مستدامة في ظل توفير مناخ آمن ومستقر، سواء فيما يتعلق بتسوية النزاعات بالطرق السلمية، سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة للتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. هذين الأمرين هما نجمعهما في كلمة واحدة هي الأمن، والوجه الآخر هي التنمية المستدامة، فكلاهما وجهان لعملة واحدة. صحيح. تحقيق الأمن يعني هو أساس لتحقيق تنمية مستدامة بشكل أسرع ومعدلات أكبر. هذا أيضا بيتم في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063 الخاص بالتنمية المستدامة، وفي هذا الإطار بنتكلم عن ما نسميه بالاندماج الإقليمي والتكامل القاري. هذه هي النظرة العامة لما يجري في القارة الأفريقية، سواء في إطار علاقات أفريقية أو في إطار علاقات أفريقية مع العالم الخارجي، بيحكمها طبعا العلاقات في الإطار الأمني وفي الإطار السياسي وفي الإطار الاقتصادي وفي الإطار الاجتماعي. إذا نظرنا إلى القارة الأفريقية، هناك تجمعات اقتصادية إقليمية منها الكوميسا ومنها الإكواس في الغرب وغيرها في كافة الدول الأفريقية الأخرى. أما على المستوى الأفريقي فلدينا منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إذا تحدثنا عن كلا النقطتين الرئيسيتين في هذا الحوار وهي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومنطقة الكوميسا، وربطهم بالدور المصري، هناك حديث يطول، لأن في هذا الصدد هناك دور مصري فعال، دور إيجابي، دور متنامي ومتعاظم، سواء فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية،
سواء فيما يتعلق بمنطقة الكوميس. تمام، خليني أروح للأستاذ حسين حسن، وأنت اشتغلت في المفوضيات الاتحاد الأفريقي خاصة بالتجارة والصناعة، وأنا زرت مرة الاتحاد الأفريقي واتقابلت مع رئيس مفوضية وأعضاء رؤساء البنية التحتية والصناعة والتجارة والأمن والسلم وغيره. أعتقد في دولاب عمل حقيقي الناس مش منتبهة قوي ليه في الاتحاد الأفريقي. خليني أقول أركز يا سعادة سفير مايل على مصر وهذه التجمعات، مصر والكوميسا، مصر ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية، كيف يمكن لنا أن نستفيد؟ احنا بنتكلم كتير قوي على علاقتنا مع أفريقيا، لكن ربما النتائج ليست على مستوى الأحلام. شكرا يا فندم. خليني أبدأ بمنطقة التجارة الحرة. كما هو معروف أن مصر خلال فترة رئاسة مصر لمفوضية الاتحاد الأفريقي سنة 2019 في مايو في قمة النيجر في نيامي تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية، تم إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية. صحيح. وده كان حلم يراود القارة منذ التسعينات، منذ يعني تأسيس، منذ إنشاء الوحدة الأفريقية أصلا. بالضبط بالضبط. وكان الاستراتيجية أن يتم تنمية التجمعات الإقليمية الثمانية، الكوميسا والصادق والإكواس والإيكاس والأومة، دول أن يكون بداية للتكامل، يحصل تكامل إقليمي فيما بينهم، وصولا إلى تكامل القارة فيما يعرف بإطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية. منطقة التجارة الحرة الأفريقية كما هو معروف تضم 55 دولة بناتج محلي إجمالي حوالي 3.4 تريليون دولار، ناتج محلي إجمالي للقارة، بعدد سكان 1.3 نسمة. حقيقة يعني ده تجمع بيضم قوى اقتصادية كبيرة، عدد كبير من الدول، قوى سياسية. الهدف الأساسي هو التكامل في مجال التجارة والصناعة، ليس فقط التجارة بل أيضا في مجال الاستثمار. جعل أفريقيا سوق واحدة في التجارة وفي الاستثمار، تعمل بنفس القوانين ونفس النظم، ويحصل تنسيق وانسجام وتوحيد لأطر التجارة فيما بينها. طبعا بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة في 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، تم إنجاز عدد من الخطوات الهامة، منها اعتماد رؤساء الدول لعدد من البروتوكولات التي تنظم التجارة، منها حرية انتقال السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال، الاتفاق على تخفيض الجمارك بشكل تدريجي أو إزالة العوائق الجمركية، اعتماد بروتوكول العوائق الغير جمركية، والعديد من الاتفاقات الأخرى. طبعا مازال لم يتم تفعيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الأفريقية نتيجة عدم اكتمال بعض الأطر القانونية الخاصة ببروتوكولات واتفاقات وآليات التنفيذ. يعني على سبيل المثال منها الجزء الخاص بقواعد المنشأ، تسوية النزاعات، يعني بعض المسائل الفنية في المقام الأول. في مصر، بالنسبة لمصر، تبذل مجهودات سياسية كبيرة جدا على مستوى الدولة، لكن يحتاج الأمر إلى دعوة القطاع الخاص وتمكينه من الدخول إلى التجارة مع الدول الأفريقية. كيف يتم دعوته وكيف يتم تمكينه؟ عشان احط نقطه على الحروف. بالضبط. يعني حقيقه انا كنت رئيس جناح التجاره مفوضيه الاتحاد الافريقي في خلال معرض انترا افريكا تريد اللي هو التجاره البينيه الافريقيه، كان عقد في القاهره في ديسمبر 2018. يعني عدد كبير جدا من رجال الاعمال والمصدرين كانوا الهاجس الاساسي ليهم كان غياب المعلومات والإحصاءات الدقيقة، بالإضافة إلى الشعور بالأمن. يعني موضوع دعم، موضوع الخاص بضمان الصادرات، معلومات كافية، تأمين تجارتهم مع الدول الأفريقية ومع الشركات، مجهودات يجب أن تبذل في هذا الشأن. بالنسبة للجانب المصري، المفروض ندور على الحلول. طيب هروح لسعادة السفير الأول، وأنا عندي اهتمام شديد بفكرة الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات الدولية أو شغل الدبلوماسي لم يعد قاصرا على العلاقات السياسية، وإنما أصبح في القلب منه الاقتصاد
والتنميه والاستثمار والتنافس والحروب اللي احنا شايفينها بين القوى الكبرى كلها على الاقتصاد. كيف يمكن لنا توظيف الدبلوماسيه بتاعتنا من اجل الوصول والولوج الى اسواق جديده لمنتجات مصريه او الاستثمارات المصريه او للبحث عن دور مصري داخل القاره الافريقيه بعد فتره انحسار استمرت عقود؟ هو الحقيقه انا مش عايز اقول ان هناك كان هناك فتره انحسار، لان الدور المصري كان متواصل خلال الفترات السابقه، لكن لم يكن بالاليات التي تتطلبها القاره الافريقيه وهي اليه الرؤساء. ولذلك عندما جاء الرئيس السيسي الى سده الحكم وبدا التحرك على مستوى القاره من خلال زيارات متعدده ولقاءات سواء في اطار ثنائي او متعدد، ظهر الدور المصري بشكل المنشود الذي كان من المفترض ان يكون. فالانحصار لم يكن انحصارا او انقطاعا، وانما ربما كان هناك يعني قصور في الاليات التي يجب ان يتم التعامل بها على مستوى القاره الافريقيه. اما نيجي نتكلم عن الدور المصري فيما يتعلق بالاوضاع الاقتصاديه وما قامت به مصر خاصه في فتره رئاسه الاتحاد الافريقي، لا شك ان هذا الدور يعد يعني اوجد نقله نوعيه في العلاقات المصريه الافريقيه وايضا في العلاقات الافريقيه مع العالم الخارجي. لان في هذه الفتره تم اولا انشاء منطقه التجاره الحره القاريه الافريقيه، وكان هناك دور مصري كبير، لان المساله ليست تنشيط العلاقات التجاريه، وانما يجب ان يكون هناك استثمارات في البنيه التحتيه واستثمارات في القطاعات الانتاجيه على النحو الذي يمكن معه في حاله تفعيل هذه الاستثمارات في كلا الجانبين سيكون هناك انتاج اكثر عددا واكثر تنوعا باستثمار في قطاعات الثروات التي رادها القاره الافريقيه في اطار افريقي افريقي وليس في اطار افريقي مع العالم الخارجي. وهذا ينعكس بالتالي على على النشاط والعلاقات الاقتصاديه في كافه المجالات. المساله ليست فقط مفهوم العلاقه التجاريه، وانما حتى العلاقه التجاريه عشان نحقق من خلالها تنميه لابد ان يكون هناك استثمارات صحيح في البنيه التحتيه وفي القطاعات الانتاجيه المختلفه. ويمكن في البنيه التحتيه يعني نرى ان مصر لعبت دورا محوريا فيها. تحدثنا عن في خلال فتره رئاسه مصر الاتحاد الافريقي وحتى الان سواء على مستوى القاره الافريقيه او على مستوى الكوميسا، نتحدث دائما عن بنيه تحتيه متطوره وحديثه تشمل طرق بريه ونهريه وبحريه فضلا عن سكك حديديه وربط كهربائي. وهذا امر اصبح في غايه الاهميه على المستويين. واحنا في هذا الاطار اتكلمنا كمان عن دور مصري في مبادرات تتعلق بالبنيه التحتيه على مستوى القاره، ونقصد بذلك المبادرات التي مصر لعبت فيها دورا كبيرا فيما يتعلق بالطريق الذي يربط بين بحيره فيكتوريا والبحر المتوسط وخط القاهره كيب تاون. هذا على مستوى القاره. المبادرات دي يعني لاقت استحسان من القاده الافارقه؟ بقطع. ولاقت يعني عمليه دعم لهذه الفكره؟ طبعا طبعا في تأييد وترحيب بها، زي مبادره الحزام والطريق ايضا ما لقيت ترحيب، ومصر لها دور فيها طبعا في قناه السويس. فطبعا البنيه التحتيه هي الاساس لعمليه التنميه. ولو حضرتك نظرنا لمصر، مصر التجربه بتاعتها الاساسيه في عمليه التنميه والاصلاح الاقتصادي بتركز على البنيه التحتيه. صحيح. فالرؤيه المصريه فيما يتعلق على المستوى الداخلي هي البنيه التحتيه اولا، ثم الاستثمارات في القطاعات الانتاجيه المختلفه. هذا نفس الشيء على مستوى القاره وعلى مستوى الكل. يعني لذلك ده يفسر اهتمام القياده السياسيه المصريه في كل المنتديات والمناسبات بدور دعم البنيه التحتيه الافريقيه، شق طرق وربط حركه لوجستيه. صحيح. والاستفاده من كافه مصادر او روافد البنيه التحتيه، يعني التركيز على السكك الحديديه، على الطاقه الجديده والمتجدده، استخدام السدود في المياه، استخدام المياه في الانتاج الزراعي، لان لها شقين، يعني مساله المياه، وهنا موضوع الامن الغذائي مرتبط بالامن المائي، لان الامن المائي في الحالتين له صله بالطاقه وله صله بالزراعه. صحيح. له صله بالغذاء. طيب خلينا نروح للاستاذ حسين. انا بس عايز اضيف نقطه فيما يتعلق بموضوع الاستثمار والمخاطر. مصر انشات صندوق لدعم المخاطر الاستثمار
هذا الصندوق مصر أنشأته في فترة رئاسة مصر للتحالف الأفريقي فيما يتعلق بتشجيع المستثمرين المصريين في القطاعات المختلفة الأفريقية، فيها نوع من الدعم لمصر للمستثمر المصري فيما يتعلق بنشاطه في القارة الأفريقية. وأنا على ما أتذكر أن مثل هذا الصندوق تم إنشاؤه أيضا من جانب الاتحاد الأفريقي على مستوى القارة الأفريقية احتذاء بهذا الموقف المصري. تمام. يعني برضو عايز أعرف المستثمر المصري اللي حضرتك بتدعيوه أنه يستثمر في أفريقيا، وأنا وسعاد سفير وكلنا يا جماعة روحوا على أفريقيا فيها فرص استثمارية، كيف يبدأ ومن أين يبدأ؟ وحضرتك بتقول مفيش مع بيانات ومفيش داتا كاملة، مفيش قراءة للموضوع، في تقارير بتقول مفيش شفافية، مفيش حوكمة، في خوف من عدم ضمان عوائد التصدير لو في تصدير، برضو مناطق النزاعات اللي بتطلع فجأة دون سابق انذار بتؤثر، لأن الاستثمار جبان وبيخاف. كيف يمكن لنا ان احنا، مش عايز اقول نبقى زي، نقلد الدول زي الصين لها استثمارات ضخمة هي الأضخم في القارة الأفريقية، الدول الأوروبية عندها استثمارات ضخمة جدا داخل القارة الأفريقية، فبالتالي في بيئة ولو ما فيش مخاطرة ما فيش مكسب. بالظبط. ازاي نعمل عملية تشجيع حقيقي وكيف نبدأ؟ الفكرة أين نبدأ برضه؟ أولا العقلية اللي بتحكم الغالبية أو عدد كبير من المستثمرين هي المكسب السريع. يعني الثقافة دي يعني مفروض الآن حان تغييرها. المخاطرة أساسي، شيء أساسي، يعني حتى في علاقة عكسية بين كلما زادت المخاطرة كلما زاد احتمالية الربح. صحيح. في آليات، يعني مثلا رجال أعمال المصريين عاملين برضو، أنا بشوف مبادرات، يعني على سبيل المثال في مبادرة من القطاع الخاص ورجال الأعمال في عاملين معرض دائم في 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 في, في أوغندا. الاشتراك في المعارض، الترويج لنفسهم من خلال المعارض التي تنشأ، والاتصال بالكيانات التي تقوم على دعم القطاع الخاص. معلش يا حسين، يعني ده مجهود المطلوب. انا راجل عايز استثمر في افريقيا، ابذل مجهود انا في البحث عن معلومه ولا في جهه في الدوله هتاخدني او هتساعدني او تمدني او تديني خريطه استثماريه او تديني داتا؟ يعني في، يعني هبدا منين؟ اروح للدوله ولا اعتمد على نفسي؟ المشكله تجاري. تجاري بالظبط. عنده الداتا كامله اكيد طبعا. بس يعني البيانات اللي موجوده عند التمثيل التجاري هي بتستمد اساسا من الدول الافريقيه، يعني بخصوص البيانات الخاصه بالتجاره عندهم، المؤشرات الاقتصاديه القوميه في هذه الدول. دول كتيره ما عندهمش جوده البيانات، يعني في دقة البيانات، ودي حاجة عامل أساسي جدا. طبعا الاستثمار بتحكمه عوامل كثيرة، يعني منها مثلا الاستقرار السياسي، توافر البنية التحتية زي ما معالي السفير أشار إليها، استقرار سعر الصرف، عوامل كثيرة جدا، خدمات الصناعة زي اللي هي بقى بيسموها السوفت انفراستراكشر زي القوانين المنظمه للاستثمار وضماناته، المعاملات البنكيه، التامين، كل دي عوامل بتحكم الاستثمار. فطبعا القطاع الخاص الدوله مش هيقع عليها عبء كل حاجه، طبعا المستثمر لازم يكون ليه، يعني يشغل جزء من 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 راس ماله في الحصول على البيانات والاتصال. يعني في مثلا غرف التجاره الافريقيه في افريقيا، في غرف تجاريه اقليميه، في تجمعات كتيره بتضم رجال اعمال، التواصل والكوميونيكيشن مع التجمعات دي بتاتي بثمار اعتقد ان هي جيده. في طبعا خلال التجاره الالكترونيه في منصات خاصه بالتجاره، وده طبعا اتجاه جيد جدا. في التسويق الالكتروني، يعني المفروض يبقى في افكار جديده تدفع القطاع الخاص سواء في الصادرات او في الاستثمار لاكتشاف الفرص واستثمارها والاستفاده منها. تمام. سعاد سفير، هل المستثمر المصري لديه درايه حقيقيه بالذوق الافريقي، الثقافه الافريقيه، ولا هذا يؤثر على فتح الطريق للاستثمار؟ يعني في النقطه دي في غايه الاهميه، لان عندما نتوجه باستثمارات إلى أي دولة أو لأي منطقة لابد أن تكون هناك
دراسة جدوى أولاً أي مشروعات، صحيح. وبيدخل فيها دراسة السوق وأذواق المستهلكين. فأعتقد الجزئية دي يمكن لحضرتك أثرتها بالذات ربما هناك قصور فيها، لكن فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات أنا أعتقد أن هذه البيانات والمعلومات متوفرة في كثير من الجهات المصرية. دقيقة، لأن النهاردة عندنا مثلا هيئة دعم الصادرات، الغرف التجارية، التمثيل التجاري، البيانات بتاع الأمم المتحدة عن برضو جميع الدول، كل هذه البيانات متاحة. إنما يمكن النقطة أو النقاط اللي أرى أنها تمثل عقبة رئيسية هو المناخ الاستثماري في كل دولة أفريقية مختلف عن الدولة. هل المناخ الاستثماري في الدول الأفريقية يهيئ الظروف ويشجع المستثمر على أنه يجيء ويمارس نشاطه؟ أيضا هناك الموضوع الأمن والاستقرار، هل المناخ الآمن والمستقر في الدول الأفريقية ملائم لأن يكون هناك استثمارات أو مستثمرين؟ طبعا المستثمر بيروح لمكان فيه مخاطرة مكسبه أكبر، لكن فيها نوع من المخاطرة. فبالتالي هذا الأمر أعتقد يعني لابد أنه هو يبحث بشكل أكثر عمقا. ناحية تانية فيما يتعلق مثلا باتفاقيات التجارة الحرة، اتفاقية التجارة الحرة القارية أو الكوميسا، مثل هذه الاتفاقيات هناك برامج موجودة ومحطوطة متفق عليها، برامج لعملية تنفيذ الوصول إلى سوق أفريقية مشتركة على مستوى القارة. أيضا هناك برامج موجودة على مستوى الكوميسا فيما يتعلق بالوصول إلى سوق أفريقية مشتركة بين دول الكوميسا. كل هذه الأمور أعتقد أنها متاحة، لكن هو المناخ الاستثماري والمناخ الآمن والمستقر، البيانات والمعلومات في تقدير أنها متوفرة ويمكن الوصول إليها بسهولة ويسر. سيد سفير، هل يعني ترى أنه القارة الأفريقية بقيادتها نضجت بما فيه الكفاية أن تدير أمورها بنفسها في إطار ما يسمى بالإقليمية الجديدة؟ العالم كله فيه حالة إعادة تشكيل وإعادة دماغ وإعادة تشتت إلى آخره. القارة الأفريقية هل يعني وصل لدى الزعمات الأفريقية والشعوب الأفريقية أنه علينا أن ندبر أمرنا بأنفسنا؟ يعني ده تطور حصل فعلا في الثقافة العامة الأفريقية؟ أنا أعتقد أن ده يمكن تطور حديث، يمكن بقاله سنتين ثلاثة. وأعتقد أن فكرة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية دي يمكن خير رد على مثل هذا التساؤل. يعني الدول الأفريقية اجتمعت على أن يكون هناك منطقة تجارة حرة قارية أفريقية، دي أولا. ثانيا التعامل اليوم مع الدول القطبية في الاجتماعات اللي بتتم في مؤتمرات، يعني المؤتمر مثلا الولايات المتحدة أفريقيا، روسيا أفريقيا، صحيح. الصين أفريقيا، العلاقة اختلفت، هناك مقربات جديدة من جانب هذه الدول في التعامل مع القارة الأفريقية. وأبرز مثال على ذلك المقاربة الأمريكية الأخيرة في مؤتمر القمة الأفريقي الأمريكي. النهاردة أمريكا لم تعد تتحدث بشكل متشدد أوي عن موضوع الحريات وحقوق الإنسان وإلى آخره، خاصة أن بتدان في بعض الحالات، هي أمريكا طبعًا نفسها بتدان طبعًا. فالقارة الأفريقية خاصة بعد فترة ترامب وفي العلاقات الأمريكية مع القارة الأفريقية الوضع اختلف، لأن ترامب في فترة رئاسته كان هناك ازدراء للقارة الأفريقية وتحديث يعني كان مثيرا وأساء كثيرا، وكان هناك ردود فعل ضد الولايات المتحدة في هذا الإطار. طيب خلينا نروح للأستاذ حسين حسن. والناس بتسأل اتفاقية أو منطقة الكوميسا احنا نستفيد منها ايه؟ أو احنا استفدنا منها ايه؟ أو ممكن نستفيد منها ايه؟ أرد أقول لهم ايه؟ ببساطة شديدة، لو بصينا للأرقام احنا في آخر سنة صادراتنا كانت بحوالي 4.3 مليار. لو بصينا للرقم دوت لإجمالي صادرات مصر اللي هي حوالي 53 مليار، هتطلع صادراتنا لدول الكوميسا 8.1% من إجمالي صادرات مصر، وهو رقم يعد يعني ليس على مستوى المجهودات السياسية التي تبذل في إطار الكوميسا. طبعا في مزايا كلمه ليس على مستوى المجهودات السياسيه التي تبذل، عشان سعاد سفير بعد ما حضرتك تخلص يعني يقول لنا، لانه انا شايف ان في سرعتين،
في سرعه، ومش دي مش مجامله بكلم حضرتك يعني، صحح لي لو كنت انا غلطان، ان في قطار دبلوماسي سياسي الرئيس بيوسع وبيفتح محطات جديده، والقطاع الخاص والقطاع الاهلي وغيره المفروض والحكومي كمان يجري ورا الرئيس. بالزبط. يعني هو بيمهد لك الطريق، بيعمل بنيه سياسيه للعلاقات. هل احنا هل السرعتين ولا في اختلاف سرعات؟ يعني حضرتك بعد ما اتفضل. طبعا هو في اختلاف، طبعا ده نتيجة برضو ان مش كل الاتفاقات التي يتم الاتفاق عليها تنفذ فورا على الارض. يعني لما بيقولوا مثلا السلع بتخش من غير جمارك، لا خلينا احنا صدرنا ب 8% من اجمالي صادراتنا لمنطقة الكوميس اللي هو 21 دولة، اللي هو 21 دولة اللي هو عدد سكانهم قد كده بالظبط، 65 مليون نسمة، نص مليون يعني، يعني نص الصين بالظبط. طيب انا المفروض طموحي، ما انا برضه لازم اعرف انا عايز اروح فين، انا عايز اصدر بكام، وقبل ما اصدر بكام اصدر ايه، وقبل ما اعرف اصدر ايه هم الناس قابليني ولا لا، حابيني ولا لا، ما لازم الحاجات دي كلها تتفكك قدامنا. مين المسؤول عن الموضوع باسم الصوره دي؟ يعني احنا في برضه المشاكل بتبقى خارج اطار حتى القطاع الخاص نفسه، حتى خارج الحكومه نفسها. يعني لو بصينا لدول الكوميس او دول افريقيا بشكل عام، هنلاقي فيه تشابه في الهياكل الانتاجيه. دي المشكلة الجوهرية في عوائق التجارة. يعني لما يكون احنا دولة A ودولة B بينتجوا منتجات زي بعض، ازاي احنا نتاجر مع بعض؟ الجزء الخاص بتنويع المنتجات اللي هو تطبيق نظرية المزايا النسبية، كل دولة شاطرة في حاجة لكل دولة بالظبط كده، والتصنيع والقيمة المضافة. لذلك شعار قمة الكوميسا كان الجزء الخاص بكوميسا مزدهرة تعتمد على القيمة المضافة والسياحة والاقتصاد الأخضر، تنويع الاقتصاد، الاشتراك في سلاسل القيمة المضافة، إنتاج المنتج بين أكتر من دولة. ده المفهوم اللي بيسود العالم. أنا عشان أعمل منتج في زي أوروبا مثلا بيصنع الحاجة الواحدة، المنتج الواحد في أكتر من دولة بالظبط، بس عنده شبكة نقل جوي بحري نهري بالسكة الحديد بالحمام الزاجل، عنده سرعة إنه يخلص بالظبط. أنا هعمل البنية تحت الأول بالظبط، ما هو ده شرط أساسي وجوهري. يعني عشان نقدر نعمل سلاسل القيمة الإنتاجية لازم يبقى الجزء الخاص بالبنية التحتية، ومش بس البنية التحتية ملموسة، كمان القوانين المنظمة للاستثمار والخدمات اللي بتتبعها مناطق الصناعية. يعني مفهوم المناطق الصناعية الخاصة اللي هي بيجمع كل الخدمات بتاعت الصناعة في مكان واحد، ده مفهوم زي الصين عاملة بالظبط. الدول الأفريقية كتير اتجهت لهذا الاتجاه، بتوفر كل متطلبات الصناعة في مكان واحد. فالمجهود الموضوع محتاج خطوات متتابعه، وبعدين كمان ربط الاقتصاد الافريقي بالاقتصاد العالمي، لان هو مش بيدور في فراغ. يعني احنا ومفهوم المنافسه، مفهوم المنافسه اساسي. يعني اذا لم وهو اللي بيسود، لان الهدف الاساسي هو فتح الاسواق وفتح التنافس. يعني احنا الدوله اللي مش هتقدر تنتج منتج على جوده عاليه وبسعر اقل، يعني يضغط سعر التكلفة، مش هيقدر يبيع المنتج بتاعه داخل الأسواق المحلية بتاعته. فمفهوم المنافسة، مفهوم التكامل، التكامل هو جوهر معلش يا حسين، ما هو التكامل والحب والحاجات دي كلها بنقولها على طول. احنا العالم دلوقتي ما عادش بيضيع وقت فيه، عايزين نشتغل الواقعية في كل حاجة في الاقتصاد. انت قلت لي بنصدر احنا كمصر 8% من اجمالي صادراتنا لدول الكوميس. طب حجم التجارة البينية بين دول الكوميس قد ايه؟ واكثر دوله بتصدر فيهم قد ايه؟ يعني احنا عايزين برضو ندي معلومه للناس اللي عايز، في واحد بيتفرج علينا يقول لك والله فكره حلوه، انا ممكن استورد نحاس من مش عارف من فين واصدر لهم مثلا. يعني خلينا ندي للناس معلومه. حجم التجاره، حجم التجاره البينيه 11 مليار. 11 مليار بالظبط، اي 11 مليار بس. وده بدا رقم متواضع جدا طبعا. انا بس حضرتك عايز اضيف عايز اضيف اللي تفضل بيه الدكتور العزيز فيما يتعلق بالتشابه الهياكل الانتاجيه، وان هيبقى في عمليه تكامل بتبقى فيها مشاكل تتعلق بان هذا التشابه يحول دون ان يكون هناك تخصص يقوم على الميزه النسبيه. هذا انا في تقديري في الوقت الحاضر لم تعد هذه مشكله، لان الهدف مش بس التكامل ما بين الدول الاعضاء في الكوميسا
وان في تعارض ما بين المزايا النسبيه اللي بتتمتع بها كل دوله. لا، كل دوله تتمتع بميزه نسبيه، ليس هناك مانع فان تتخصص في السلعه التي تنتجها، لان المقصود ليس فقط العلاقات البينيه بين دول الكوميسا، وانما بين الكوميسا والعالم الخارجي. فهنا حتى لو تجمعات الافريقيه الاخرى بالضبط، حتى لو تعددت نفس المنتج من اكثر من دوله، هذا ليس عيبا وانما قد نحوله الى ميزه بان تزداد التجاره البينيه بين دول الكوميسا وايضا بين دول الكوميسا والعالم الخارجي، او ما بين التجمعات الافريقيه الاخرى او بين الكوميسا والعالم الخارجي. فانا بعتقد ان حتى في مبادرات من جانب مصر على مستوى الكوميسا، خاصه فيما يتعلق بالبنيه التحتيه وخاصه فيما يتعلق بالتكامل الصناعي، هناك مبادره مصريه تتعلق بالتكامل الصناعي داخل دول الكوميسا، وهذه المبادرة أعتقد أنها قطعت شوطا كبيرا في الإطار اللي أنا تحدثت عنه، في أن يعني إذا كان هناك ميزة نسبية لدى أكثر من دولة، فلا تمنع من قيام إنتاج أكثر من دولة نفس السلعة، طالما أنها بيتم التبادل والتكامل فيما بينهم، وما يفيد بيتم إلى العالم الخارجي. لكن حجم التبادل التجاري البيني أعتقد متواضع جدا جدا، لا يتناسب مع عدد السكان ولا مع الأسواق ولا بإمكانيات الدول. بالظبط. لا صحيح. لا صحيح. إنما هو طبعا في اجتماع القمة الأخير أعتقد ممكن يكون هناك دفعة قوية فيما يتعلق بهذا الحجم أولا، ثم هناك طرح للاهتمام بالاقتصاد الأخضر، وفي حاجة جديدة اسمها الاقتصاد الأزرق اللي هو اقتصاد البحار والمحيطات. طبعا. وده مهم جدا، لأن ممكن باعتبار ان معظم الدول من دول بحريه، فممكن يكون هناك دفعه قويه في هذا الاطار. كمان فيما يتعلق بقطاع السياحه، قطاع السياحه كان محل اهتمام كبير جدا في هذه القمه، ودول كثيره تحدثت عن فرص السياحه وزياده الدخل من السياحه خاصه لمصر، ذكرت بالاسم في حديث بعض رؤساء الدول فرؤساء النزار دول كثيره في المنطقة ومنها مصر، وأشاد بإمكانيات السياحة في مصر، وأنها ممكن أن يكون قطاع السياحة قطاع يعني ممكن نخليها عاصمة كوميسا سياحية مثلا. احنا فعلا عندنا إمكانيات. ممكن أضيف حاجة بس المعالي السفير، حقيقة يعني مش بس السياحة، قطاع الخدمات بشكل عام، قطاع الخدمات دوت يعني قطاع أولا المردود بتاعه أكبر بكتير من عوائد التجارة. يعني أنت الخدمات تكلفتها الانبوتس بتاعتها او المدخلات بتاعتها اقل بكتير بالتجاره، هامش الربح كبير جدا. فمصر عندها مزايا عاليه جدا في الخدمات، سواء خدمات طبيه، خدمات استشارات، تعليميه، يعني انشاءات، كل الحاجات دي كلها استشارات. فدي مجال كبير جدا واسع، مش محتاج بقى يعني هيعمل عندي مزايا نسبيه فيه بالظبط كبيره، وعندنا حاجات جاهزه يعني هيحقق ارباح او عوائد اكبر من التجاره باضعاف كبيره جدا جدا. فموضوع ادراج موضوع تجاره الخدمات وتحريرها وتسهيل تدفق الخدمات بين دول الكوميسا، هيكون مصر الدوله المستفيده الاولى. يعني احنا مثلا في قطاع المشروعات، مصر استحوذت على 32% من اجمالي 100 مشروع في الكوميسا، وطبعا ده يعتبر نصيب كبير جدا. والخدمات يعني مصر عندها طبعا مش بس الانشاءات، طبعا مواد البناء، كل الحاجات دي كلها مصر عندها مزايا كبيره مقارنه بالدول الاخرى. وبعدين لازم نعرف ان الموضوع مش بنتحرك في فراغ، يعني الصين والدول الاخرى داخلين بقوه يعني احنا بنتعامل مع منافسين كبار، بس احنا عندنا حتى مزايا عندنا عن هؤلاء المنافسين الكبار. يعني الصين عشان تنقل امكانياتها او دول من خارج القاره عشان تعمل مشروعات داخل افريقيا، لا احنا موقعنا الجغرافي وقربنا من هذه الدول والمعاهدات والاتفاقات التجاريه بتدينا مزايا مش موجوده عند الدول الاخرى، فدي مزايا يجب ان نستفيد منها. يعني شكرا. ومصر كمان في نقطه خاصه بموضوع الاستثمارات ودور مصر فيما يتعلق ببنك التنميه الافريقي. مصر عقد في مؤتمر عقد لبنك التنمية الأفريقي، وكان فيه مبادرة كانت لمصر لها دور قوي فيها، في أن ما يتم من توفير ومن قروض للدول الأفريقية يجب أن يأخذ في الاعتبار
الظروف والأوضاع التي تمر بها الدول القارة الأفريقية، وخاصة ما تواجهه من أزمات وتحديات بسبب الثالوث المعروف. صحيح. وكان هناك توجه نحو أن يكون هناك شراكة من بنك التنمية الأفريقي مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير قروض ميسرة تراعي تلك الظروف التي تمر بها دول القارة الأفريقية. أعتقد هذه المبادرة يكون لها تأثير كبير جدا، وهي مبادرة من جانب مصر، تأثير كبير جدا على تدفق الاستثمارات سواء في البنية التحتية أو في القطاعات الإنتاجية. يا رب القطاع الخاص يسمعنا ويتحرك على نفس المسارات اللي الدولة بتحرك فيها. أنا بشكرك جدا سعادة السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، شرفتني سعادة السفير. الله يحفظك. الأستاذ حسين حسن مدير التجارة والصناعة فريق الاتحاد الافريقي بالانابه سابقا، شكرا جدا حسين، شرفتوني. شكرا يا فندم. ان شاء الله نلتقي في حوارات اخرى معمقه حول فرص استثمار مصر في القاره الافريقيه. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت نلتقي غدا، دمتم في امان الله.